رشدي حسين عامر موجود؟ ساب هنا من زمان. راح فين؟ راح مطرح ما راح. مين بيسأل؟ هيكون مين يعني؟ انا بس خفت تكون المهم تلاقيه في اسكندرية في المينا تصدير واستيراد، حاجة كبيرة خالص بيطلع في الجرانين ساعات. اتفضل. مرة تانية يا حلو. عن اذنك. محدش يرد على التليفون. اعمل معروف يا سعادة الملك، قول لي انت مين وايه الحكايه بالظبط؟ احنا ناس طول عمرنا عايشين جنب الحيط وما لناش دعوه بحاجه ابدا. ابنك فين؟ يوسف. ماله يا بيه؟ ابني عمره ما كان له دعوه بالسياسه. سياسه يا وليه؟ فين الشنطه اللي جابها هنا؟ اسمع من فضلك، توريني بطاقتك الشخصيه. يا راجل اتلهي. يوسف انت ليه ما استنيتنيش النهارده بعد الظهر وانا ما رجعتش البنك خالص؟ اسمع انا عاوزك في كلمتين. اهلا يا طنط. ازيك؟ ازيك يا ابني؟ على اذنك معلش. من زمان ما حدش شافك. معلش. بتقول ايه يا يوسف؟ اديني الفلوس اللي عندي كلها دلوقتي. ليه؟ لقيت شقه؟ لا انا محتاج الفلوس ده سهام، محتاجها قوي. محتاجها في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه حصل، بس هاتيها دلوقتي وبعدين هقول لك. لا طبعا انا مش هطلع مليم واحد الا ما اعرف الفلوس دي رايحه فين، ولا انت ناسي ان دي فلوسنا سوا؟ خلاص هاتي نصيبي فيهم. يوسف ارجوك يا سهام مفيش وقت. يبقى لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. يوسف انت ناسي ان انا خطيبتك ومن حق اعرف عنك كل حاجه؟ هتقدري الموقف؟ هحاول. عملت ايه؟ ما لقيتش غير 200 جنيه جبتهم. رضا هنروح فين؟ عش الوطويط. وبعدين معاك يا بنت انت، ما تخليكي جدع عمار. وحشتني قوي. اسخلك لقمه تاكلها يا رفاعي. كتر خيرك. بابا احنا عندنا لحم النهارده وامي شايله لك مناب. انا جيت اشوفكوا قبل ما اسافر. ايه تسافر فين؟ ما تاخد مفتاح القهوه وتروح تفتحها يا ابني، هتفضل تجري كده لحد امتى؟ ان شاء الله يا حاجه بعد ما ارجع هفتحها واقف فيها. وانت عملت ايه؟ لا وانت عملوا معاك ايه؟ فلت منه. بقول لك ايه يا رفاعي، عشان خاطرك كفايه شقاوه، انا مستعده انزل معاك القهوه وايدي على ايدك زي زمان. جرى يا بت، ما تكت من مول هات البورصه. مش قدام العيال يا مجنون. نفسك تسوق؟ لعلمك بقى انا حاجز على عربيه سيات. بتعرف تسوق ولا لا؟ لسه، انما سهام بتعرف. حلاوتك اسكندريه هتبقى برد دلوقتي. بس انا حاسس كاني رايح اصيف. مساء الخير. وحياتك عايز احط الشنطه دي في الامانات. مساء الخير.
على فكرة أنا شفت البرنامج ده قبل كده، كل الأغاني اللي فيه بايخة وقديمة. ما تعجبش غير العواجيز والمراهقين. ما تنام بقى يا اخي. خفت تروح؟ لا صعبت عليا اسيبك لوحدك. قول يا رفاعي، ما فكرتش تاخد الشنطه من سراج وما ترجعهاش؟ بيني وبينك لما عرفت ان انا كنت حمار بيشيل ملايين ويضحكوا عليا بملاليم النار طلعت في دماغي. بس العمليه صعبه قوي، العالم اللي بيشتغل معاها ما بترحمش. طب ما هو سراج كان زيك. سراج ده مجنون، شال راسه على كفه وماشي. ده عايش لوحده يابا، فرضان. انا في رقبت عيله، تعرف امبارح وانا بسلم عليهم صعب عليا قوي. بنت نعيمه دي جدعه قوي. قول لي ارفعها، عرفتها ازاي؟ كنت بشتغل عند ابوها في قهوه صغيره كده، كانت هي في النصبه وانا في الارضيه. في يوم حاولت ابوسها كلتني قلم على وشي. رن في وداني. بعد اسبوع كنت متجوزها. وانت؟ لسه ما تلعبتش القلم. ايه ده؟ هات الشيك ده.
انا نازله في اوضه 210. ميرسي قوي، ده منشط للدوره الدمويه. العربية معانا بدل ما كنا رميناها في الشارع. ده تلاقي البوليس قلب الدنيا عليها. يمكن نحتاجها. نبقى نستلف واحدة تانية، مش مهم العربية دلوقتي. هو البني آدم بيعيش كام مرة؟ عاوز تقول إيه؟ سراج مش أجدع مننا. عليا النعمة اللي ناخد النص لقارنا بنقسمه بينا وبين بعض، أنت ورك وأنا ورك. قلت إيه؟ قدها. والناس بتوقع. ناخد الفلوس الأول وبعدين نحلها ألف حلال. قلت إيه؟ مش عارف، مش عارف أبو رفاعة. مش عارف ده إيه؟ ما تسيبك من شغل العيال ده بقى. هتفضل طول عمرك كده؟ طول عمري. قلت ايه في يومك اللي مش فايد ده؟ هاتي ايدك، امسكي ما تخافيش. بالراحة بالراحة عشان متعوري. الحمد لله على السلامة. تعبتك معايا. معلش أنا بحب التعب قوي، بس مش عشان أي حد. شربت مية؟ يعني حاجة بسيطة. أول ما نوصل الشط هنزلها لك. أنت عارفة إن أنا غاوي كشافة طول عمري؟ مفيش حتة في مصر غير لما زرتها. انت زرت البحر الأحمر؟ لا. هيعجبك قوي لما تزوريه. أنا حاطط في العربية خيمة صغيرة وبعض المعدات. جاهز. عيب هو في وقت. أنت عارف إن أنا طلعنا جيران؟ في مصر؟ لا لا لا، هنا. أوضتي جنب أوضتك على طول. أنا اتخضيت عليك قوي. دفي شوية كده. برافو عليك. ده أنا حبيبك يا معلم واقف عرضك. ما أنتش فاكرني. انت اللي سالت عليا امبارح في مصر؟ ايوه يا معلمي. ما بلاش حكايه معلمي دي، انت فاهم؟ كنت عايز ايه؟ واقف في عرضك يا معلمي، طالب حمايتك. صباح الفل يا رشدي بيه. ايوه ايوه. ميرسي قوي. لا وصلت بالسلامه امبارح. طب وما نزلتش عليا طوالي ليه زي ما اتفقنا؟ بتقول ايه؟ الامانه فين يا سراج؟ واحده واحده بس من غير حمقه. لا طب كله تمام التمام. مش هينفع الكلام في التليفون، لازم نقعد كده. طيب ما تنساش تجيب الامانه معاك.
لا يا رشدي بيه، انا ما اقدرش اجي عندك، انا مستنيك هنا في فلسطين في البر. اوكي مش خلاص؟ الا هو انت عايز التليفون؟ ايه رايك؟ اتفضل. في حاجة يا رشدي بيه؟ اسمع يا صرصار، انت الواد اللي تحت ده تمشيه. يوسف احنا مش ناقصين لا بعيال. ده واد جدعاوي يا رشدي بيه. انا قلت يمشي يعني يمشي، مفهوم؟ مفهوم. خد الباكو ده تحت الحساب، انت من دلوقتي تبعي، مفهوم؟ سراج قاعد في اللوكان ده نفخ لبطنه عامل ملك، مفهوم؟ اسمعني كويس، انت دلوقتي ميت ميت صح؟ ما انا واقف عرشت بيه. ما انت ما انتش هتقع في عرض بلوشي كده يا روح امك. لذيذ يا رشد بيه. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. تليفون من مصر. طيب. الو؟ عملوا فيك ايه؟ ابدا. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل؟ خد دول عشانك. ايه دول؟ ودول تديهم لنعيمه في عيش الوطويط. اسال على الواد صبح ابني. رفاعي ايه اللي حصل؟ خد الفلوس واخلع انت. العمليه دخلت في الغويط. قول لي بقى انك عاوز تعنطرني علشان تطلع بنص ارنب لوحدك. يا بني ادم اسكت. لا مش هسكت بقى يا رفاعي. ها؟ ما انا مش كراجي عشان اتاكل اوانطه كده. يا حمار انت، انا خايف عليك. انت مش وش الحاجات دي. اللعبه دي مش باين لها اخر. يلا اتكل على الله. انت رايح فين؟ رشدي واخدني يغديني في الكاندا لوكس. طعم الاسراج يا سيدي على اخر الزمن. فين؟ روح. انت مش قد اللعبه دي. روح اتكل على الله. خلصت منه؟ خلصت.